هلا بعصر السوشيال ميديا بعدك تسمعي راديو؟ انا اللي بسمع راديو، عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمس راديو بالبيت. احيانا بسمعه الصبح، بسمع اغاني فيروز، بسمع شيء بس بالنادر. طبعا الراديو شيء اساسي مشان الابراج. اكيد لا، لاني هلا النت يعني هو محتل كل الدنيا يعني. ايه ايامي عند الصبح وفيروز وبالسيارة. الراديو ما بسمع لانه بصراحة عاطل. بسمع راديو كرمال اخبار ابراج اغاني. شلون اغاني؟ اغاني وابراج واخبار وكل شيء كل شيء. لا اغاني واخبار دائما، الراديو فيه شغلات جديده وقصص ما بلاقيها ممكن على اليوتيوب، او حتى احيانا بيناقشوا مواضيع جديده، فهي كثير حلوه بالراديو، اكيد ما بستغني عن الراديو. الابراج لا، الابراج ما كلها لدي لي مرق فيه، بحب الاغاني، بحب شغلات انه على بصير هالشغلات اللي عم بصير بالبلد. اخبار البلد ومشان الاغاني، ابراج لا اكثر شيء اغاني بصراحه. بكون قاعد عم ادرس او اقرا بحط يعني هيك، اذا في شيء رايق مثلا اغاني كيف بحط. بأوقات الدراسة بحسه أحلى من إنه تسمع غنية الراديو، لأنه ما بتعرف شو رح يطلع غنية أو شيء، فأحلى يعني. بسمع أغاني أكثر شيء صراحة. وقت بدك تعرف أخبار البلد شو عم بيصير، من وين بتعرفون؟ هلا من القعدات مثلا، بتقعد مع أهلك كذا، بيكون حكى والدك هيك نت. بتكون الأخبار بنفس المصداقية اللي بتكون بالراديو؟ هلا بقى هون الصفحات هي استلام لاشخاص يعني، فهو اراء ممكن يلعب عليها شويه الطابع الشخصي، خلينا نقول الخبر. اما الراديو فهو موقع رسمي حيكون يعني موثق من الدوله، فبيكون اكيد رسمي اكثر يعني. طيب المصداقيه بتكون عاليه بالسوشيال ميديا مثل الراديو؟ لا ما في 30%. بتوقع انه السوشيال ميديا يعني هي حاوطت الكل، يعني صار انه على الاسرع وفي كثير شحنه مكانه، انه هلا في كثير عالم انه بتفضل، وفي شباب كثير بتفضل انه تسمع راديو اكثر ما تسمع اي اغاني من هدول طلعت يعني. لا انا اوكي بفتح يمكن فيسبوك وموبايلي اصلا انه فورا اذا بدي اشوف شيء، انه ما اسمع اخبار على الراديو مثلا، بس ضل هيك له نكهته يعني الراديو، انه بتحط حتى لو هو عم يوش شوي بس انه اوكي حلو شوي. اكيد صبر. شو الفقرات اللي بتحبها بالراديو؟ والله نحن بنحب المنوعات الاغاني اكثر شيء بالنهايه، وبنتسمع شوي من الدعايات اللي حضرتكم تنزلوهم كمان. وبالنسبه للبرامج، في شيء نوع برامج بتحبه مثلا؟ الفكاهي صباحي او طبعاً مثلا طبعاً هذول الاشياء بتسلي يعني، كمان واحد بغير جو فيهم تسلي. ايه لا كثير حلوات. انت لسه بتسمع راديو؟ اكيد يعني نحن هلا الصبح مثلا نسمع برامج صباحية، أو أحيانا مثلا بنكون معصبين نسمع مثلا فيروز أو جورج وسوف. طبعا مو كتير أوقات. طيب في شي بيستهويكي بالبرامج أو مثلا بالأغاني اللي بتطلع على الإذاعة؟ هلا أغاني أوكي، لأنه أوقات بحطوا أغاني قديمة. كبرامج اللي بكون طالع وأنا بالمواصلات بسمعه. أنا بسمع راديو بحكم أنا بكون بالسيارة مثلا، أخبار مثلا، أبراج، أغاني فيروز الصبح يعني، بشكل عام هيك بس بتابع الراديو انا. ايه اغاني بسمع، و يعني كمان في اخبار، ما اخبار مثلا يومي بسمع كمان. فهمت علي شلون؟ بسمع الصبح، فتره الصبح يعني حسب الفضاء.